التفكير في سيناء هيكون كلاب. إسرائيل عاوزة تزق قطاع غزة. قطاع غزة تحطهم في سيناء. قالها لي مرة نتنياهو في حوالي 6 أشهر قبل ما أمشي. هو بيقول لي دي خريطة كده موجودة. خريطة كده مثلا قال لي قطاع غزة. قال لي حدودنا. وقال لي قطاع غزة. يقول لي إحنا لو إيه؟ لو نسيب الناس بتوع غزة دول نشوف لهم حته كده. لقيته بيشاور على سيناء. يقول حته فين؟ انا اصلي جبر في حاجات عندنا انسى الموضوع. يقول لي فورجيت اباوت هتبقى مشكله بيني وبينكم على طول. لا بس اتكلموا بصراحه يعني. لا انا صريح جدا. لا هم اتكلموا بصراحه. لا هو قالها كده زي ما يكون بيقص نبض. قلت له توديهم فين؟ قال يعني هم وبحط على ايده على سيناء. قلت له لا انسى الموضوع. انت عاوز تبدا حرب بيننا وبينك تاني. الحدود ولا انا ولا اتخن مني يقدر يقدم لها.